بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح دلوقتي الاكس امب اللي هو الاباتشي سيرفر. معاكم المهندس محمد محمود. هنخش على جوجل، هنكتب في جوجل سيرش، هنكتب اكس امب زي ما انا كاتب كده، هنكليك سيرش، هيظهر لنا الويب سايت بتاع الاكس امب. هنخش على داونلود، نعمل رايت كليك، اوبن النيو تاب، هيظهر لنا داونلود اكس امب. يا اما نختار الفيرجن 5.5.30 من البي اتش بي، يا اما نختار 5.6.14. هنختار 5.6.14 اخر حاجه. هنقول داونلود 32 بت، ده فور ويندوز، سواء ويندوز 7 او 8 او 10. هنكليك على داونلود، هنبتدي نعمل داونلود للابلكيشن بتاع الاكس امب، وهينزل عندنا على المكان اللي احنا مخصصينه للداونلود. بعد ما ينزل هنعمل الاتي. بعد ما نعمل سيت اب للاكس امب كنترول بانل، هتظهر لنا بالشكل ده لما نعمل لها راننج. طبعا هو المفروض هيبقى فيه ديسكتوب ايكون زي اللي ظاهره دي كده. عشان اعمل لها راننج هعمل رايت كليك، ران از ادمنستريتور من اول ويندوز 7 ويندوز 8 ويندوز 10. بعد ما اعمل ران از ادمنستريتور هيظهر لنا الاكس امب كنترول بانل بهذا المنظر. هيبقى عندنا هنا في الموديولز تحتيها الاباتشي موديول، الماي سيكول موديول، الفايل زيلا، الميركوري، التومكات. هنتكلم على الاباتشي والماي سيكول، وهنخلي الفايل زيلا والميركوري والتومكات في شرح بعد كده مفصل، لان احنا لسه مش محتاجينه. هنتكلم على الاباتشي سيرفر، وده السيرفر اللي من خلاله هيحاكي او يعمل سيميوليشن للسيرفر اللي بيبقى موجود على اي دومين لاي شركه بتبيع هوستنج او دومين. احنا بنعمله لوكال هوست على الجهاز بتاعنا، علشان اما نستخدم الجهاز بتاعنا كسيرفر، اما نعمل عليه الديزاين بتاعنا لوكالي من غير ما نضطر ان احنا نستخدم الانترنت. هيبقى لوكال سيستم عندنا، كان عندي جهاز سيرفر وبعد كده هعمل ابلكيشن عليه، كان الاثنين مع بعض، جهاز السيرفر وجهاز الورك ستيشن. لما ادوس على ستارت هلاقيه ينور تحت الموديول باللون الاصفر وبعد كده باللون الاخضر، ويعمل لي الرننج سكسسفولي، ستاتس تشينج ديتكتد رننج. يبقى انا كده اوكي، طالما نور بالاخضر والبورتس ظهرت قدامي والبي اي ديز اللي هي البروسيس اي دي ظهرت قدامي، يبقى انا كده شغلت الاباتشي سيرفر صح. طيب في بعض الاحيان الاباتشي سيرفر بيديني ايرور، بيديني ايرور يقول لي ان هو الادمنستريشن مش شغال، او ان في فاير وول مانع تشغيل الاباتشي سيرفر، او ممكن يقول لي ان البورتس متاخده. ايا كان، فانا في خطوات بعملها عشان احل المشكله دي. هعمل ستوب. طبعا هو لو ما اشتغلش مش هيعمل اساسا، مش هلاقي قدامي ستوب، هلاقي ستارت رجع تاني لانه ايه ما قدرش يشتغل. بخش على كونفج وبختار الاباتشي httpd.conf. اول ما اضغط عليه كليك هيظهر لي هذا الملف ال httpd.conf notepad. هعمل سكرولنج لغايه لما الاقي كلمة listen وجنبها هيكون مكتوب رقم. ده في حالة انه ما اشتغلش، لكن لو اشتغل هسيبه على الديفولت مش هفتح. لكن في حالة ان الستارت ما تمش وما ظهرتش قدامي كلمة stop، يبقى هضطر افتح الملف بتاع ال httpd.conf وادور على كلمة listen. هيبقى جنبي هنا كلام مختلف عن اللي ظهر قدامكم ده. في حالة ان السيرفر ما اشتغلش، ما عملش ستارت، يبقى هغير للي انا كاتبه قدامكم ده، لوكال هوست نقطتين فوق بعض 8000. بقى هروح نازل تحت، وهغير سيرفر نيم، هيبقى لوكال هوست نقطتين فوق بعض 8000. ده معناه ان البورت اللي على الجهاز اللي الديفولت محجوز، اللي بالنسبه للاكس امب حجزه كديفولت
للاباتشي سيرفر اللي هو الاي تي ده مش فاضي، في برنامج تاني واخده، فبالتالي الاباتشي سيرفر مش قادر يفتح عليه، فانا بغير له البورت ادرس وبخليه 8000 بدل ما اخليه 80. عشان كده بخش اعدل في الملف بتاع الكونفيجريشن ده اللي هو httpd.conf اللي هو اختصار الكونفيجريشن، واعدل اقول listen local host 8000 وانزل تحت لغايه لما الاقي السيرفر نيم، اروح كاتب جنبها local host نقطتين فوق بعض 8000، اروح جاي اعمل فايل سيف واروح قافل، بعد كده ارجع اشغل تاني ستارت، ان شاء الله الاقيه اشتغل ونور اخضر، والاقي رقم البورت الجديد بدل ما كان عندي الديفولت 80 هيبقى موجود 80000. اما ال 44433 ده بيبقى مخصوص بالسكيورتي، وده احنا مش هنحتاجه دلوقتي، احنا هنشتغل على ال 8000. لو انا حليت المشكله دي وكتبتها 8000 بالطريقه اللي وريناها وبرده ما ظهرتش كلمه ستوب، يعني معنى كده الاباتشي سيرفر ما حصلوش رانينج، يبقى معنى كده ان انا انزل تحت عندي على الفاير وول بتاع الانتي فايروس، اوقف الانتي فايروس والفاير وول، اوقف الفاير وول بتاع الويندوز نفسها، وطبعا كل الناس اللي بتشتغل ويندوز عارفه ازاي توقف الفاير وول او توقف الانتي فايروس. زي مثلا عندي هنا هروح داخل مشغل الانتي فايروس واقول له افاست، مثلا عندي افاست شيلد كنترول، اقول له ديسيبل فور 10 مينيت، ديسيبل فور 1 اور، ديسيبل انتل كمبيوتر از ريستارتد، يعني وات ايفر، المهم اعمل ديسيبل واجرب واشوف هيعمل معايا ستارت ولا لا. ودي تبقى حاله نادره ما بتحصلش عند ناس كتير يعني، بس ممكن نوع الانتي فايروس اللي عندك عامل فاير وول هو اللي مانع الكلام ده. بس عموما هو الاكس امب اول ما بيتسطب بيطلب منك انك تقول له اجري ان هو ياكسس النتورك عندك وياكسس من خلال الفاير وول بتاع الويندوز اللي موجود، وانت بتقول له اوكي ادميت واكسس. طيب بعد كده خلاص اعتبرنا دلوقتي انه اشتغل وظهر اللي قدامي ستوب، هننزل على الماي سيكوال وادوس ستارت عشان اشغل الماي سيكوال سيستم بتاعي اللي هو الداتا بيز مانجمنت سيستم بتاعي، وهيظهر البورت 3306 وهيظهر البروسيسور البروسيس اي دي 8588. طيب في حاله ان هو برده مديني ايرور هنا ان برده البورت اي دي مشغول او ان هو مش قادر يفتح ومش قادره تظهر كلمه ستوب دي، بيرجع تاني يظهر لي ستارت بعد ما بيحاول يفتح، يرجع تاني يديني ايرور هنا انه مش قادر يفتح البورت ويعمل ستوبنج، ويجي هنا اهوت يظهر لي ستارت تاني. في الحاله دي هروح انا جاي على كونفج واروح دايس كليك على ماي اي ان اي، هيروح فاتح لي فايل ماي دوت اي ان اي، هروح نازل تحت على البورت ومغير عندي البورت ده بدل 3306 اخليه مثلا 3308 او 3309، المهم اغير رقم البورت بشكل مختلف عن اللي موجود اوريدي، سواء في السطر اللي مكتوب فيه بورت ايكوال 3306 اخلي دي 3307 او 08 او 09، وهنا برضو انزل في الماي سيكوال لودر او ال دي هعمل برضو بورت يساوي 3306 بدلها هتبقى 3307 او 08 او 09. بعد كده برضو اعمل سيف، بعد ما اعمل سيف اروح قافل، ارجع بعد كده اجرب اشغل الماي سيكوال الاقي باذن الله اشتغل وهيظهر رقم البورت الجديد اللي انا غيرته. كده يبقى انا جهزت السيستم عندي بحيث انه السيرفر اشتغل والماي سيكوال داتابيز بقت جاهزه للعمل. لما اجي اخش بقى على الاباتشي اشوف انا البي اتش بي كده اللي نازل بيلت ان مع الاكس امب اباتشي سيرفر شغال ولا لا، فبضغط على ادمن، لما اضغط على ادمن هيروح ظاهر لي بالمنظر ده، انا عامل على فايرفوكس لان فايرفوكس انسب حاجه بتبقى شغاله على الاباتشي سيرفر. يا ريت لو ننزل الفايرفوكس وهوريكم ازاي نقدر نخليه يعمل الادمن على فايرفوكس. هنلاقي هنا يظهر لي على طول
الويب سايت بتاعي اللي هو على الويب سايت بتاعي اللي هو على السيرفر، الاقي ظاهر لي لوكال هوست نقطتين فوق بعض 8000 زي ما عملنا سلاش اندكس دوت بي اتش بي سلاش ان دي، ده حاجه من عندي بس انت هتظهر لك سلاش اندكس دوت بي اتش بي، وهيظهر لك ان هو الويب سايت بتاعك ابتدى يشتغل، او لو ما كانش فيه ويب سايت موجود ففي ديفولت فايل هيظهر لك يقول لك البي اتش بي فيرجن، او يقول لك ان الاباتشي سيرفر از راننج ويل. لكن ده مثال حي بيوريك ان ده دلوقتي على اللوكال هوست اللي هو على البورت 8000 اللي انا عامله عندي، عشان كان عندي بورت 80 مشغول فما ينفعش يشتغل فعملته بورت 8000 زي ما انا وريتكم، وشغلته على طول من على الادمن، راح جاي فاتح لي الويب سايت بتاعتي على طول اللي موجوده، وده بيثبت طبعا ان كده الاباتشي سيرفر شغال تمام ومظبوط. طيب الماي سيكوال برضو عشان اخش على الداتابيز مانجمنت سيستم بتاعي، فبضغط برضو على ادمن اللي قدام ماي سيكوال، هيروح برضو نفس الشيء ظاهر لي البي اتش بي ماي ادمن اللي من خلاله انا بقدر بقى احدد اعمل نيو داتابيز، اختار الداتابيز بتاعتي واحدد بقى اسم كرييت داتابيز، احدد اسم الداتابيز الجديد واقول له كرييت، هيظهر لي الداتابيزز زي ما احنا شايفين كده، انا عامل داتابيز كونكت، داتابيز اسمه مونيتا ايجيبت، داتابيز اسمه ويب اوثوريتي، والباقي ده كله بيبقى داتابيزز هنشرحها بعد كده هتتكون ليه وازاي. السيرفر اللي مكتوب قدامكم اللي هو 127.0.0.1 ده اللي هو الاي بي ادرس بتاع اللوكال هوست سيرفر، اللوكال هوست سيرفر بيترجم ك ريزوليوشن نيم سيرفر، بيترجمه على ان هو 127.0.0.1، لكن احنا اختصارا عملوا لنا ان احنا نقول بدل ما نكتب 1.127.0.0.1 ونتلخبط فيه او يكون طويل او مرهق، فبنكتب على طول لوكال هوست فبيخش على ان هو لوكال هوست على طول كده. يبقى احنا عندنا ال PHP My Admin ظهر قدامي، ده دليل على ان ال Database Management System Running شغال وفعال وجاهز للعمل، وكون ان ال XAMPP Control Panel يظهر عندي Stop قدام Apache و Stop قدام MySQL، معنى كده ان السيرفر برضو اشتغل بتاع ال Apache تمام، وال PHP بقت متحملة تمام وجاهزه دلوقتي على العمل في بيئه تطوير اي ويب سايت او اي بي اتش بي ديفلوبمنت سيستم. وشكرا.